اليوم حتى جالنت يتحدث أنه لدينا أسبوعان فقط من أجل إتمام هذه العملية، يقصد الصفقة، وإلا يعني سيكون حسم كما قال أمر ومصير المختطفين في قطاع غزة. ماذا يقصد هنا وكيف سيحسم أمرهم؟ من ناحية التصريحات هي يبدو أنها تحمل حالة من الضغط السياسي من قبل جالنت على نتنياهو. يبدو أن جالنت يحاول بشكل أو بآخر أن يعجل في تطبيق سيناريو ما يسمى ما بعد احتلال غزة، حرفيا دعنا نقول احتلال، لأنه موضوع محور نيت سريم إلى جانب فيلادلفيا، هذان المحوران سيبقيان إلى فترة من الزمن عفوا ربما نتحدث عن 10 سنوات قادمة ربما أكثر من ذلك. جالنت بشكل أو بآخر يحاول أن يكون عمليا، لكن نتنياهو يحاول أن يكسب الوقت، لذلك هناك ليس خلاف ولكن اختلاف في وجهات النظر، أيضا هناك اختلاف في تطبيق سيناريو ما بعد هذه الحرب. جالنت يحاول أن يضغط على نتنياهو فعلا أنه يريد بشكل أو بآخر أن تتم هذه الصفقة. في المقابل نتنياهو يعول على أن يكون هناك انتظار إلى أن تتم الانتخابات الأمريكية في نوفمبر القادم، بمعنى ما بعد ما يقارب حوالي 5 شهور. طبعا جالنت لا يريد لهذا الأمر أن يكون على هذا النحو، لأنه كما تعلم 5 شهور فترة طويلة، لذلك جالنت يخشى، وهذا هو المحور الأساسي الذي يحاول جالنت تصديره إلى الرأي العام الإسرائيلي، يخشى بأن يكون هناك فعلا توقيف من قبل المقاومة لعملية التفاوض، بمعنى أن عملية التفاوض يمكن أن تتحول إلى عملية فارغة دون أي فائدة، لذلك يمكن أن يكون هناك عزوف من قبل المقاومة عن هذه العملية الفارغة التي لا تنتج أو لا تثمر ما تريده المقاومة وما يبغاه الشعب الفلسطيني. كما تعلم اليوم الشعب الفلسطيني في غزة فعلا يريد هذه الصفقة، دعنا نتحدث بعين المقاوم وأيضا بعين المواطن هناك، المواطن اليوم يريد لهذه الصفقة أن تتم من أجل أن يستريح لفترة من الزمن. كما تعلم الويلات، كما أسلفت الصحفية من غزة، الويلات اليوم عظيمة وكبيرة ولا يمكن في أي حال من الأحوال الاستهانة بها، هناك صمود لكن في المقابل هناك عذاب، وهناك أيضا قوة للتحمل عند أي إنسان حول الأرض أو على وجه الأرض. لذلك أتصور أن جالنت يحاول بشكل آخر أن يضغط سياسيا وعالميا على نتنياهو، وهذا بالمناسبة يذكرنا بما كان يفعله جانس إبانا ما كان ضمن المجلس الحربي المصغر، عندما كان يخرج في بعض الأحيان بمثل هذه التصريحات من أجل أن يضغط على نتنياهو. لكن في المقابل نتنياهو كما أسلفت ينتظر الانتخابات الأمريكية من ناحية أخرى لا يريد أن يخسر اليمين المتطرف، مهما حاولنا التقليل من قدرة اليمين المتطرف في التأثير أو على تأثيره في قرار نتنياهو، إلا أن الواقع يقول لا، هناك تأثير لهذا اليمين على نتنياهو. نعم. ونتنياهو بالمناسبة يريد ما مدى قدرة أيضا اليمين المتطرف على أن يرجح كفته وكفة ما يريده في مقابل ما تريده المعارضة اليوم؟ هنالك يعني جالنت حتى موجود داخل هذا الحكم، لكن جالنت يتحدث أيضا ويضغط على بنيامين نتنياهو، لبيد كذلك، ليبرمان وساعر، لكن نتنياهو إذا أو عفوا اليمين المتطرف مقابل هذه الكفة من المعارضة، لمن الغلبة باعتقادك؟ سؤال جميل جدا. الغلبة للمعارضة من ناحية الأصوات، دعنا نتحدث بلغة الأرقام. اليوم الليكود لديه 32 مقعد في البرلمان، في الكنيسة عفوا. في المقابل اليمين المتطرف الذي يدعم بنيامين نتنياهو لديه فقط 14 مقعد، لكن لبيد لديه 24 مقعد، وإذا ما نظرنا إلى مقاعد على سبيل المثال جنس أيضا لديه ما يقارب من 11 إلى 12 مقعد. بمعنى لو أراد نتنياهو أن يمرر هذه الصفقة ويتخلى عن اليمين المتطرف، يمكن أن يوفر الحزام البرلماني كما يقال، الحزام البرلماني الذي يمكن توفيره من خلال مقاعد لبيد أو من خلال مقاعد جنس أو حتى من خلال مقاعد حركة شاس المتطرف التي أعلنت اليوم أيضا أنها يمكن أن توفر لنتنياهو ما يريده أو ما يحتاجه من حزام برلماني. لكن يبدو أن نتنياهو، هذه النقطة التي أود أن أو التي وددت أن أشير إليها في المداخلة الأولى، يبدو أن نتنياهو أيضا مستقصد أن تستمر هذه الحرب، لأنه لا يريد أن يرضخ لما تريده المعارضة.